ونواصل الحديث عن سياسة الاغتيال واستهداف ذوي الناشطين. ينضم إلينا عبر الهاتف ناشط في تظاهرات بغداد إياد الرومي. أهلا بك سيدي. حياكم الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا. سيد إياد، خرجت تظاهرات واسعة في عدد من المحافظات رفضا لاغتيال والد الناشط والمحامي المختطف علي جاسم. كيف يفسر هذا الخروج العفوي لعشرات الآلاف من العراقيين رفضا للاغتيالات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ولمشاهديكم الكرام ولقناتكم الموقرة. عملية الاغتيال هذه لم تكن الأولى، والمشكلة بأنه الحكومة غير قادرة ولا تملك الشجاعة لكشف الجنات، مع أنه الجنات معروفين، وأهالي المجنى علي الشهيد جاسم أبو الثائر المحامي المخطوف أعلنوا، قالوا أنه نفس الجهة اللي خطفت ابننا هي نفس الجهة اللي قتلت الحاج جاسم. لكن اكو نقطة أخرى مهمة جدا، يعني لو سألنا أنفسنا اليوم أنه القاتل معروف وهو حر، أما اللي يبحث عن وطن ويقول أنا أريد وطن يقتل، بأي ذنب هذا الموضوع؟ بأي ذنب؟ الحكومة اليوم نتمنى، هذا أمر مستبعد جدا ومستحيل، نتمنى أن على الحكومة أن تتحلى بالشجاعة ولو لمرة واحدة، وهذا مستبعد جدا. ولكن المظاهرات اللي طلعت اليوم هي خير دليل على أن الثورة ما زالت مستمرة، وهذا مسعى كل الأراذل والجبناء والخونة الذين كانوا يحاولون إخماد هذه الثورة المباركة. اليوم عندنا تحشيد جدا قوي في تحشيد أيضا قوي جدا في كربلاء والناصرية ونجف والسماوة، إضافة إلى مدينة العمارة مثال العظيمة مثال المباركة. اليوم أيضا هنالك تصريحات من بعض المشايخ أنهم انضموا إلى الثوار، وتصريح آخر أنه لا نقبل بأي لجنة تابعة لمجلس الوزراء، وحتى لو أنه المرجعية اليوم مع احترامنا أنه تريد تأتي بوفد للتهدئة، يقول شوف العشائر في نيسان، لا مفاوضات ولا تهدئة، ونحن من سيمثل إمام الأمور مع الثوار. نعم سيد إياد، إلى أي مدى ما تزال رواية الطرف الثالث في اغتيال الناشطين وذويهم صالحة ويمكن التسويق لها داخل العراق وخارجه؟ الطرف الثالث أختي العزيزة، نحن أعلننا أنه لا يوجد طرف ثالث ابدا، لان الطرف الثالث لما يحمل باجات حكوميه وسيارات حكوميه وسلاح حكومي هذا لا يسمى طرف ثالث. الطرف الثالث لا يرتدي قبعه الاخفاء حتى يعبر السيطرات ويقتل ابنائنا بالقناص ورصاص الحي ويخطفهم. طيب الطرف الثالث ما يخفي الكاميرات، ما عنده استطاعه ان يخفي الكاميرات، اين الاجهزه الامنيه من هذا الامر؟ الحكومه تعلم من قتل ابنائنا، الحكومه على علم تام بمن قتل ابنائنا. لذلك اليوم احنا اعلنا ونعلنها اليوم مره اخرى انه لا يوجد طرف ثالث، واللعبه السياسيه الغبيه اللي يعتقدون بانه تطلع على الشعب العراقي مره اخرى، لا، هذا ممكن الامر يكون قبل سنتين 2018 يجوز 17 من الممكن، ولكن الان لا، المعادله اختلفت. اليوم تجهيل المجتمع اللي عملت عليه الحكومات المتعاقبه 17 سنه، اليوم انهار هذا جبل الجليد الكاذب، اليوم جدار الخوف انتهى، اليوم الحكومه ليست على المحك بل هي منتهيه الصلاحيه، وهذا حسب الدستور اللي كتب في ظل الاحتلال وهم وافقوا عليه. الحكومه باطله منذ عام 2006 عندما صادقوا على الدستور في الماده 18 فقره رابعه من الدستور. هذه الحكومه منتهيه الصلاحيه، الشعب هو مصدر السلطات والتشريع والقانون، وان غدا لناظره. كيف يفسر استهداف ذوي النشطاء بعد اختطاف ابن ناشط أمس الأول واغتيال والد ناشط أمس؟
أنا أرجو أن تكرر. فقط كنت أسألك عن الانتهاكات الجديدة من خلال اختطاف أبناء الناشطين أو آباء الناشطين وذويهم. احنا حقيقة لأكون أكثر صراحة، يعني موضوع اختطاف الناشط ابن الناشط هذا هنالك بعض يعني ما كانت واضحة، أكون صادق يعني، لأنه لم نرى الدليل الحقيقي حتى ما ندخل بهذا المضمار، ولكن تهديد أهل الناشط نعم نعم يوجد تهديد لذوي الناشطين أو اغتيال والد المحامي مثل ما حدث بالأمس. أتقصدين هنا؟ نعم أكيد أكيد، مو يعني مو بس هذا الموضوع سيدتي الفاضلة، هنالك من يسلط يعني يسلط الضوء عليه من خلال الإعلام، ولكن هنالك الآلاف من الثوار الذين هددت عوائلهم، أخواتهم، أبنائهم، أمه، أبوه، تهددت عوائلهم بل هجرت، بل اختفوا كثرا بسبب الظلم والتهديد بالقتل والتنكيل، أنه لو إذا ما يجي فلان ناخذ اخوه، اذا ما يجي نشوف ناخذ عائلته، هذه مصيبه طامه كبرى هذه. الى اي مدى يمكن لسياسه الاغتيال والاختطاف والاعتقال اسكات الاصوات الحره في العراق؟ واهم من يعتقد ان سياسه الاختطاف والاعتقال ستفني من عزيمه الثوار، ابدا. اللي يقتل اخوه تم يفور بعد ما يرجع، اذا كان يفكر انه يرجع باشر، لا بعد ما يرجع يشد حزامه ويثبت على هذه المسيره، هذه احنا نعرف انه هذه المسيره ما مزروعه ورود لا ابدا، ولكن اللي راهن انه الثوار راح يرجعون اذا انخطف منهم شخص او قتل منهم شخص، لا هذول واهمين، كل ما ينخطف واحد بدال الواحد يرجعون 100، بدال 100 يردون 1000، هذه ثورة وهذا وطن، هذا مو لعب. شكرا جزيلا لك الناشط في تظاهرات بغداد إياد الرومي، حدثنا عبر الهاتف من بغداد.